مرحبا بكم، معكم عدنان التعليم. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصحوا الثورة الاستدراكية ديال 2015، طبعا خاصة بالشعب العلمية والتقنية. أوكي، قبل ما نصحوا 2015 الثورة الاستدراكية غادي نمشي ندير واحد التذكير. دونك شنو هو التذكير؟ غير تذكير بشنو هو بتتابع وبإحلال. ألوغ بتتابع وبدون إحلال كتكون عندي لا فورمول هي هذيك. دونك كتكون عندي ان على بويسونس بي. دونك لو ان هو عدد اللي كاين في الصندوق، هادشي اللي كيكون عندي في الصندوق. باغ اكزومبل في الكا ديال الصندوق يعني عدد اجمالي داكشي اللي عندي، و بي هو العدد اللي كنبغي نسحب انا، دونك عدد السحابات. باغ صافي، لو عندي واحد لون باغ اكزومبل واحد الصندوق فيه 3 كرات حمرين وجوج كرات باغ اكزومبل خضرين، صافي. الوغ بغينا نسحبو بتتابع وبإحلال 3 كرات، تاقن يعني بغينا نسحبو 3 ديال الكرات. الوغ عدد الإجمالي اللي كاين في الصندوق ديال الكرات شحال عندنا؟ هو 5. إذا كنربط 5 بحال هكا وكندير عدد المسحوب ب3، لأن هنا N هو عدد اللي كاين في الصندوق و P هو عدد اللي غناخد. أوكي، هادي فهمناها ببعضنا. شنو معنيت بالتتابع؟ التتابع يعني كناخد وحدة. باغ إكزومبل بغيت نهز كرة خضراء وكرة حمراء. الو طبعا التجربه تقطع عشوائي، يعني ملي كنخشي يدي في الصندوق ما كنعرفش شنو غنهز، متفقين؟ الو التجربه داكشي اش كنقولوا انا نسحب عشوائيا، يعني عشوائيا يعني ما كنعرفوش شنو غنسحب. مزيان، الو باغ اكزومبل بغيت نهز كره حمراء وكره خضراء. الو كنمشي للصندوق، شنو كندير؟ ما يمكنش نهزهم من طاقه واحده، حيت طاقه واحده كنسميوها تانيا في ان واحد، دونك اللي كنستخدموا في هذا السي. يعني كيفاش كنسحبهم؟ كنسحبهم بالتتابع. اش معنيش بالتتابع؟ يعني وحده تابعه وحده. يعني ملي كنجي الصندوق كنهز مثلا الحمراء هي الاولى، متفقين؟ ومن بعد كنهز الخضراء هي الثانيه في اني واحد. لا اني واحد كنهزهم دقه واحده، يعني كنخشي كنهز جوج كواري، متفقين؟ الو هادي بتتابع. باحلال شنو معنيش باحلال؟ باحلال نقدر نهز الحمراء ونعاود نرجع عاوتاني الصندوق، كتسمى الارجاع. بالارجاع فاهمين الشباب؟ يعني نقدر نعاود تاني، نقدر نطيح فيها من جديد، نقدر نهز حمراء عاوتاني حمراء، فاهمين الشباب؟ دونك هذا هو الكونسيبت. هنا غير واحد النقطه، شنو هو عاوتاني كتسمعوا بالترتيب، وبزاف ديال الطلاب عندهم مشكل ديال الترتيب وغنتلاقاو معاه في هذا التمرين حتى هو. شكون اللي كيجيب لي الترتيب؟ اللي كيجيب لي الترتيب هو هذا بالتتابع. يعني فيما تسمع بالتتابع راه عندك ترتيب. شنو معنى الترتيب؟ الترتيب يعني كتهز الكره الاولى حمراء والثانيه خضراء. تقدر دير العكس لانك دير تجربه عشوائيه، نقدر نهز الخضراء هي الاولى ونهز الحمراء من بعد هي الثانيه. يعني شحال من حالات عندنا؟ جوج. اذا انا كنضرب في المعامل ديال جوج، كان عندي 3 4 سيان سويت كنضرب في 4. يعني امتى كيكون الترتيب بالضبط عندنا؟ ملي كيكونوا مختلفين الكرات، ما يكونوش بحال بحال. ولكن الا هزيت فيغ فيغ ما عنديش ترتيب، عشان الخضراء كما كيقول لهم لا يمكن التمييز بينها، يعني الخضراء ما كتميزش على الخضراء بحال بحال. دونك نتمنى ان التذكير يكون فهمتوه، حش غنحتاجو في التمرين، لان الكا ديال التتابع بالاحلال كتجي شويه صعيبه للتلامذ في الباك. اذا نرجعوا للتمرين ديالنا، قال لك اسيدي في التمرين يحتوي صندوق على 5 بيضاقات. الو بيضاقات بحال محل الكرات، بيضاقتين بيضاويتين، يعني جوج كرات، جوج بيضاقات بيضين وجوج بيضاقات خضرين وبيضاقة واحدة حمراء. قالك لا يمكن التمييز بينها باللمس. اسحب عشوائيا بتتابع وبإحلال 3 بيضاقات من الصندوق. يعني دائما خاصني نرد البال طريقة ديال السحب، لان ماشي بحال بحال الشباب. كيكون اختلافات بيناتهم، يعني كل واحدة شنو كنستخدم فيها. لو الحدث الاول قالت لي يكون ا الحدث الحصول على بيضقه 3 البيضقات 3 المسحوبه من نفس اللون. اوكي، اذا اول حاجه خصني نحسبها الشباب، خصني نمشي نحسبو كاول الامكانيات. هنا اش قال لي شحال نسحب؟ قالك نسحب عشوائيا بالتتابع وباحلال 3 كرات، يعني نهزو 3 من اصل شحال كاين من بيضقه في الصندوق؟ كاينين 5 ديال البيضقات. اذا عندنا 5 على بويسونس 3 اللي عطيناها هي 125. طلب منا في الحدث الاول يعني 3 كرات اللي غتسحب يكونوا البيضاقات 3 المسحوبه من نفس اللون. دونك على حساب الصندوق شنو غيقدر يكون عندنا؟ راه على حساب الصندوق كل قالك يعني الثلاثه اللي غتسحبهم، 3 البيضاقات اللي غتسحبهم خصهم يكونوا من نفس اللون، متفقين؟ ولكن المشكل عندنا حنا 3 اللي غنسحبهم وما عنديش توتال كامل من 3. يعني غنهز في الاول باغ اكزومبل البيضين، يعني كلهم غادي يكونوا من نفس اللون. الاولى تقدر تكون بيضه بيضه، مي لو بروبليم عندي غير جوج، ما عنديش في الصندوق 3. الوغ هنا لا، علاش؟ مثلا هزيت بيضاقه، نذكركم ان كاين باحلال يعني بارجاع، نقدر نعاود نهزها، عندي حق نهزها، صافي. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني هو فيغ، يعني نقدر نهزهم كلهم بيضين او لا كلهم
خاطرين مي لو بروبليم عاوتاني خاطرين عندي جوج، لا سيدي راه بتتابع وبإحلال، راك نرجع الى الصندوق يعني كنهز الكره وكنعاود نرجع نقدر نطيح فيها من جديد، او يعني واخا يكون عدد ناقص ما ديش عليه صافي. الو عندي غير وحده عندنا، لا سيدي راه بتتابع وبدون إحلال، فاهم؟ اذا هادو هما يعني هادو هما الاحتمالات الممكنه صافي. اذا دابا نمشيو نحسبو اش، نمشيو نحسبو كاردينال دو ا. الو سي بو الشباب، دونك هنا عاوتاني التلامذ كيدوخو كيفاش غادي يحسبوهم. الو هنا كنشوف اول حاجه، كنشوف عندي البيضين شحال كاين من بيضه في الصندوق، عندي جوج اذا كنحط جوج، او كما قلنا هي زائد في هي وهي في. الو ملي كنسمع او هي زائد يعني كنحط جوج، كنحط بعد او تقدر دير زائد بحال هكا صافي. الو هنا كنحط شحال من بيضه عندي في الصندوق، جوج. شحال من خضراء عندي؟ شحال هي جوج. شحال من حمراء عندي؟ وحده. الو انا كندير شحال سحبت، شحال سحبت من بيضه؟ انا سحبت ثلاثة. تنظر كندير أس ثلاثة، شحال سحبت هنايا؟ تا هي ثلاثة. شحال سحبت هنايا؟ تا هي ثلاثة. ألو إلا حسبنا هاد العجب كامل غادي يعطينا هو، غادي يعطيكم هو 17. ومن بعد نمشي نحسب بي دو أ. فوالا، دونك كيما كنعرفو أن الاحتمال الحدث كيساوي هو عدد الإمكانيات على كون الإمكانيات، يعني 17 على كون الإمكانيات اللي هو 125، وهذا بالضبط داكشي اللي عطاونا في الامتحان. اوكي سيدي، ندوزو للسؤال الثاني. قالك لي يكون اكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البيضاقات المسحوبه. اذا انا باش ربط لينا المتغير ديالنا، ربطوا لنا بعدد البيضاقات البيضاء المسحوبه، يعني شحال هزيت من كره بيضاء غادي نقيد القيمه ديالها. طب من طريقه السحب باقي هي 3، ما غيرناش طريقه السحب، باقي تتابعوا باحلال. طبعا باقي كنهز 3 الكرات، اذا انا شنو غادي ندير؟ ندير واحد الطويبلو باش نحدد القيم، دونك من بعد نحدد القانون. حيت لانني باش نخرج القانون ضروري خصني نكونو القيم. اوكي عندنا ما فهمنا والو، دونك غناخدو طويبلو غادي يبين لينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك كيما قلت شحال ما سحبت من كره بيضاء غادي نقيد القيمه ديالها. باغ اكزومبل الا مشينا مثلا هزيتهم كلهم بيضين، تنظر بي بي بي، الو شحال القيمه عندي هنا؟ عندي القيمه كتكون عباره على رقم على حساب داكشي اللي قالوا لي. دونك هما قالوا عدد البيضاقات البيضاء المسحوبه، يعني شحال سحبت انا؟ 3 البيضاقات بيضاء، اذا القيمه هي 3. باغ اكزومبل الو غنا الشباب ملي كيهضر ليا كيخصص ليا اللون، كيقول ليا بيض، كنوني نهضر في بيض وماشي بيض، ماشي كنبقى نقول ليه لا خضار لا احمر، عرفتي علاش؟ باش ما يعطيناش عدد الاحتمالات بزاف. دونك حنا كنقولوا يا اما خضر واما ماشي خضر. دونك بي بار كتعني ليست خضراء، ليست بيضاء، متفقين الشباب؟ دونك هذه بي بار ملي كنرمزوا ليها بحال هكا، دونك بي بار ماشي خضر ماشي بيضاء، فاهمين؟ الو مثلا الا خدناهم كلهم ماشي بيضين، حتى واحدة فيهم ما بيضة، لأن خصني نعطي جميع الحالات الممكنة. ألو حتى واحدة فيهم ما بيضة، ألو شحال القيمة؟ القيمة هي زيرو، حيت ما سحبت حتى كرة بيضة. مزيان، دابا نجيو عند الاحتمالات الأخرين. الاحتمالات الأخرين خصكم تبقاو حاضرين معاهم، لأن هنا غادي يكون الترتيب. ألو نقدر نعاود تاني نهز جوجات ماشي بيضين ووحدة، جوجات بيضين ووحدة ماشي بيضة. سيدا شحال عندي القيمة هنايا؟ شحال من بيضة عندي؟ عندي جوج، دونك القيمة هي جوج. مي لو بروبلام في الترتيب، تفكرتو الدراري في الترتيب، لأنني كنهز بالتتابع بالتتابع، يعني بالتتابع هي كتجيب ليا الترتيب، يعني هنا الترتيب ممكن يكونو مختلفين كندير ترتيب. بحال هنا نعطيكم واحد الطريقة سهلة، الطريقة سهلة شنو هي اللي مختلفة على البيضين هنايا؟ بي بار، دونك مرة كتجيبها الوسط متفقين، دونك كدير هنا وكدير هنا، ومرة عاوتاني كدير لها بحال هكا، كتولي بحال واحد الخط عندك هنا، لاحظتوا معايا؟ دونك انا شحال كاين من حاله؟ سي جوج، حتى انا نزيد جوج كرات وانا نزيد جوج كرات. دونك حالات ممكنه، نقدر نهز جوج كرات بيضين عاده اللي ماشي بيضه، او نقدر نهز وحده البيضه هي الاولى عاده، حيت كنهز بالوحده بالوحده، او اللي ماشي بيضه هي الاولى وعاده البيضه هي الاولى، او نهز بحال. دونك الطريقه اللي كندير انا سهله جدا، علاش؟ لان يعني اللي كتخليك ما كتعقرش تعاود، لان تقدر تعاود حاله واحده اخرى. دابا نمشيو عند اش، نمشيو عند حاله ديال اش ديال بي بي بي، يعني هنا خدنا غير جوج، دونك دابا ناخدو غير وحده وجوجات مباغين. نفس القضيه عاوتاني الشباب، دابا هاد بي غنمشي بها بحال هكا لان وحده مختلفه، دونك عطانا هي بي و بي هنا، يعني عطانا هنا بي بار صافيين، هنا بي بار، و هنا عندنا عاوتاني بي بار، هنا بي بار، فاهمين الشباب؟ الو نحيوها شويه حيت مبانتش، نعاودوهم نكبر شويه بعدنا. الو سي هنا بي بار صافيين، الو هنا عندنا القيمة واحد، الو عاود تاني عندي هنا بي، وعادي عاود تاني هنا بي، هنا عاود تاني عشتنا هي بي بار، وهنا عاود تاني بي بار، وهنا عاود تاني بي بار بي بار،
فاهمين الشباب اللي عند القيمة اللي عندنا هنا سي واحد واحد. إذا شنو هما القيم اللي كياخدهم إكس أوميغا؟ هما هادو اللي خرجوا ليا. تتابع هما شكون هما؟ عندنا الصفر كنبدا من الصغير للكبير، واحد جوج ثلاثة. سابيا باش نحدد القانون خاصني نحسب كل وحدة فيهم، صافي. اوكي باش نحسب كندير في الواسع شحال عندي ديال الكرات البيضين، عندي جوج اللي ماشي بيضين كنضرب على البيضين، صافي كنجي هنا وكنضرب على البيضين كيبقاو عندي هما شحال، هما ثلاثة. ودابا سيدي كنمشيو نحسبو في كل وحدة فيهم، يعني في كل قيمة خصني نحسبها، وفي الاخر ملي خصني نجمعهم كاملين خصهم يعطوني 125. الى عطاوني 125 اذا القانون ديال الاحتمال كيكون محقق، يعني داكشي عاد صحيح. اوكي الشباب غنمشيو دابا نحسبو بي دي اكس تساوي 3. استاذ انا هنا فوالا شحال سحبت من كرة بيضاء تمايا؟ سحبت عندي 3 الكرات ياك، دونك لا باز ديال الكرات البيضين هو شحال؟ يعني شحال كاين من كرة بيضاء في الصندوق؟ كاين جوج. شحال سحبت منها؟ سحبت منها 3 طبعا على 125. الوغ غادي تعطينا شحال؟ دونك هي جوج أس 3 هي 8 على 125. الوغ الاحتمال الثاني غنمشي عاوتاني عند زيرو. دابا انا عند زيرو هنا، نمشيو نكالكيليو عند زيرو. الو في زيرو شنو هزينا؟ ما هزيت حتى كرة بيضاء، صدق شحال يعني؟ يعني عندنا جوج، عندنا ثلاثة عفوا، دونك هزيت ثلاثة بارمي شحال هزيت منها؟ هزيت منها ثلاثة، يعني ثلاثة الكرات ماشي بيضين. هذا يعطينا شحال؟ 27 على 125. احيانا هنا خصني الشباب في جوج خصني نحتارس، علاش؟ لان عندي القيم كتعاود، رغم ملي كتكون القيم كتعاود كندير بيناتهم او ولا بيان كنحسب غير وحده وكنضربها في شحال من مره عندي. الا كانوا بحال بحال هنا في دا كنضرب في عامل ديال الترتيب. سيدا شحال من حاله عندي؟ عندي فيها ثلاثه، ولكن كما قلت الشباب غير بحال هكا، يعني في هذه الحاله اللي عندكم هكذا. الو سابيا نجي هنا نجي نحسبها هذه بالنسبه لهذه وغنضربها من في ثلاثه، داكشي مونتيبليها في ثلاثه. الو شحال عندنا من كره بيضاء؟ عندنا جوج، يعني شحال من كره في لاباز؟ في كره بيضاء عندنا جوج، هزينا منها شحال؟ سي جوج. و كره ماشي بيضاء صافي، هو في يعني هزينا اش من ثلاثة الكرات هزينا منهم واحدة، دونك ثلاثة هزينا منها شحال؟ سي واحدة طبعا، هادشي على 125. الو عطاتنا شحال؟ عطاتنا هي 36 على 125. طبعا ندوزو للثالثة. الو نفس القضية عاوتاني، عندي هنا القيمة ديال واحد كتعاود، ولكن مادام ان يعني نفس العدد ديال الكرات ماشي بايضين فيهم كل وحده، مثلا هزيت هنا بيضه وهنا راه انا هزيت بيضه وهنا هزيت بيضه وهنا ماشي جوج ماشي بايضين وجوج ماشي بايضين وجوج ماشي بايضين، ما عنديش مشكل. لكن هذه القاعده ما كتكونش دائما ساريه، لان يقدر يعطيني مثلا عدد الوان، دونك انا عدد الوان ما كنخدعش بحال هكا، دونك خصني نكالكولا صافي. الو كاردينال دو اكس، دونك هنا شحال عندي من حاله عاوتاني؟ عندي ثلاثه الحالات كيتشابوا، اش كيتشابوا؟ انا غير بقينا كنلعبوا بالكرات، فاهمين الشباب؟ الو سابيا هذا غتكون عكس تعادي، تكون عندنا شحال هزينا باغ اكزومبل، جينا نحسبو غير هادي بوحدة الاولى، هزينا بيضة، شحال من بيضة في الصندوق؟ سي جوج. شحال هزينا منها؟ منها وحدة فوا، حاش عندنا وا هزينا جوج ماشي بيضين، صدق ماشي بيضين هما ثلاثة، دونك هما جوج على 125. الو عطاتنا شحال؟ عطاتنا 54 على 125. يلا دابا اللي جمعنا 8 زائد 27، حاولوا تجمعوا لنا الشباب، دونك 36 زائد 45 اش عطينا شحال؟ اش عطينا؟ هي 125. اذا داكشي عندي صحيح، الا ما خرجش لك هادشي فماشي صحيح، يعني كيكون عندك غلط في شي لعيبه. الو اخر حاجه نعطيوها، نعطيوها هذا الجدول اللي غيبان دابا. الو في الاخر كنحط هنا واحد الجدول، دونك اكس اي كيعني هما القيم اللي كنا لقينا، دونك 0 1 2 3، وهنا بي دي اكس كتساوي اكس و اي. الو انا كنحط في عند الزيرو، شحال عطاني الزيرو؟ عطاني 27، دونك لا بروبا ديالو 27 على 125. الاخر بي دي اكس كتساوي واحد، عطاتنا شحال؟ عطاتنا هي 54 على 125، دونك جوج عطاتني شحال؟ جوج عطاتني 36 على 125. واحد طبعا ثلاثة عطاتني شحال؟ عطاتني 8 على 125. إذا أنا جمعت هادشي كامل غادي يعطيني شحال؟ ليست هنا مثلا المجموع، دونك إذا جمعت هادشي كامل 625 على 125، يعني خصو يعطيني واحد باش يكون قانون الاحتمال محقق، صافي. لو كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا في الامتحان إن شاء الله.